قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيص عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت، أي من السحر. الجبت قلنا أنه من ألفاظ السحر يقال له الجبت. والعيافة كما عرفها عوف قال هي زجر الطير، يعني التطير. وكان العرب في السابق إذا أرادوا سفراً أو تجارة أو غير ذلك من الأمور يأخذون الطير ويتركونه يطير في السماء، فإن اتجه إلى جهة اليمين قالوا خير، وإن اتجه إلى جهة اليسار قالوا شر، ثم يبنون عليه إقدامهم أو عدم إقدامهم، يعني لا يذهبون إلى هذا المكان، وإذا انطلق إلى الأمام أعادوا مرة ثانية وهكذا، فهم يرتبطون بها، وهذا يقال له التطير، هذا هو التطير. وذكر عن طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى التابعي الكبير أنه سافر مع رجل أو مع مجموعة، فقال أحدهم لما سمع نعق الغراب فقال خير، فقال له طاووس أي خير في هذا، غراب النعق، يعني غراب نعق، يعني أي خير في هذا أو شر، فقال والله لا أرافقك أبدا، يعني على هذه التصرفات أو هذه الاعتقادات، أنه يعتقد في غراب النعق أنه لابد يكون الأمر إما خيرا إما شرا. والطرق الخط يخط بالأرض، هذا أيضا من الجبت، لأنه نوع من يعني العيافة أو نوع من الشعوذة، كالخط وقراءة الفنجال وقراءة الكف وغير ذلك من الأمور، كل هذه تدخل في أنواع من الدجل والشعوذة والتنجيم. وهذا الحديث الذي ذكره فيه حيان ابن العلاء وهو مجهول، والحديث أيضا مضطرب في ألفاظه، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.